اتفضل يا علي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء أنا بدي أقول لك إنه أنا شيعي من لبنان، مدينة سور. نعم. وأنا لك شي لك عن كل شيء، أنا بحبك. تسلم. يعني أنا بتابع فيديوهاتك صراحة، يعني نقاشاتك تقنعني. الحمد لله والله. بس أنا بدي أوصل لك فكرة. هلا نفترض إنه أنا سني، نعم. وهذا يعني قال لي الموضوع واحد من رفقاتي اللي من سوريا. هو نعم. قال لي أنا سني وأنتو يعني عن شيعة قتلوا كتير بسوريا وكذا، بس هلا أنا عم شوف بعيني كيف عم بتحاربوا إسرائيل وكيف جنود من حزب الله عم بيموتوا وعم يجوا شهداء. طب أنا شلون بدي صدق انه نحن على غلط اذا نحن عم نحارب اسرائيل؟ طيب، على فكرة كان، يعني انا عم أقول لك حاجة، أديك شوفهم مثال، بعيني. هديك مثال. أنت تعرف حضرتك عشان يحطوا الكيان اليهودي داخل فلسطين ويثبتوه ماذا صنعوا؟ شو صنعوا؟ كان في فندق كده قاعد فيه مجموعة بريطانيين، فالحكومة البريطانية سمحت لليهود بتفجير الفندق ده عشان يكون هناك مبرر لخروج بريطانيا وترك فلسطين لليهود. ايه تمام؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إيه هي الحرب؟ يعني أنا إيه هي الحرب؟ يعني إيه هي الحرب؟ إن أنا أخد حرب، أنا دلوقتي قعدت أرمي كام صاروخ؟ قعدت أرمي، يا عم بص هقول لك حاجة. في فرق ما بين إن أنا أخد حرب، وفي فرق من ان انا اعمل شو اعلامي عشان اجذب قلوب الناس، بس خلاص، وعشان مش اصور للناس، اسمعني بس، اصور للناس ان انا والله انا بساعد الاخوه في فلسطين. الناس كتير بتفرح بالموضوع، انا ما عندي مشكله، ناس كتير بتفرح بالموضوع وتقول لك طيب ادينا احنا دول بيحاربوا، انتوا فين حتى لو رميتوا بومب؟ انا القضيه بتاعتي مش مين حارب ومين ما حاربش، انا القضيه بتاعتي مين اللي بيخدع، مين اللي بيخدع. فانا قضيتي دلوقتي مين اللي بيخدع، مش مين اللي رمى ومين اللي حارب، عشان بس نبقى واضحين. انت حضرتك دلوقتي لما حصل قتال في سوريا، ماذا فعل حزب الله؟ ماذا صنع حزب الله في سوريا؟ بكل صراحة ومصداقية قتلوا السنة. ماشي يا سيدي، هنقول دخلوا بجيوش مجيشة، وهو بلسانه قال له عندنا 1000 جندي في سوريا هنخليهم 2000، ولو عندنا 2000 هنخليهم 10، ولو عندنا 10 هنخليهم 100، صح؟ صح. طيب فين الجنود ديت؟ فين الجنود دول اللي موجودين دلوقتي في مزارع شبعه على الحدود الاسرائيليه عشان يحاربوا حرب حقيقيه؟ ما فيش. هو كام صاروخ كاتيوشا انا عارف ان انا برميهم في مناطق معينه، واخد بالك، وعارف ان الصواريخ المضاده الاسرائيليه هتطلع تضربهم عشان في الاخر يبقى صورتنا حسنه عشان اجذب الشباب، زي بالظبط كده. هو مش حسن نصر الله اللي طلع بلسانه وقال لك والله لو اعلم ان اسرائيل ستدخل لبنان وتهدم البنيه الاساسيه اللبنانيه ما كنت دخلت الحرب دي، صح؟ وما كنت ضربت اسرائيل، صح ولا مش صح؟ مش هو اللي قال كده؟ مش هو اللي طلع في فيديو وقال ان امن اسرائيل نحن نحمي الحدود الاسرائيليه لما كان مع الامريكي في جلسه خاصه والجلسه دي سربت؟ مش هو اللي قال الكلام ده؟ مش هم اللي قالوا ان في سوريا لو ان اسمه ايه ده بشار الاسد، لو ان بشار الاسد سقط لضاع امن اسرائيل؟ مش ايران اللي قالت الكلام ده؟ ما عندي علم، بس انا عم بقول لك انه نحن عم نشوف الشهداء جايين بعيننا. يا باشا الشهداء جايين بعينكم وبتتضربوا وبتتضربوا، واخد بالك، بتتضربوا، لكن المقابل ايه؟ المقابل استقطاب، المقابل استقطاب، لان انت لسانك اللي انت عمال تتكلم بيه كل شويه ما تقدرش تقول لا، يعني ما تقدرش تعمل الحركات ديت بمعنى اصح. هلا كلامك صح، بس هلا نحن على ابواب حرب بلبنان، يعني نحن ما بصير نوقف معهم
يعني ما تقلق الحرب، نحن يا باشا منتصر احنا اي موقفنا. حد يقف مع فلسطين انا ما عندي اي مشكلة، بس لازم تفهم هو داخل ليه. هل هو بالفعل يعني، بس اسمعني بس، هل هو بالفعل يهمه فلسطين ولا هي يهمه انتشار التشيع والسيطرة على المنطقة؟ اذا كان يهمه فلسطين فاللي موجودين في فلسطين اهل سنة، فلماذا قتل اهل السنة والجماعة في سوريا؟ لماذا الآن يهجر السوريين من لبنان؟ تمام؟ لماذا قاتل أهل السنة والجماعة في العراق؟ لماذا قاتلهم في اليمن؟ ده لو هو همه أهل السنة والجماعة، ده لو همه، لكن أنا ممكن أضرب لاستقطاب الناس عشان أعمل شوية عنتريات عشان الناس تلتف حواليا. صح 100%، بس هو اذا سالت عن هذا السبب بيناتنا بيقولوا لك هي لاسباب سياسيه، لانه لو ما كانت نيتهم طيبه ما كانوا ضربوا على اسرائيل، ما كانوا حرروا ارسال من داعش، ما كانوا الله المستعان. على العموم بص، هو الموضوع محتاج دراسه، وخد لي بالك انا واحد من الناس، انا اقول مساعده حزب الله لاخواننا في فلسطين ليس لعيون اخواننا في فلسطين، لكن الإخوة في فلسطين مضطرين لكده. لكن هنا مساعدة حزب الله لفلسطين ليس لعيون الإخوة السنة اللي موجودين في فلسطين، ولكن هو كلها ضحك على الدون وعبارة عن سيطرات في المنطقة بس. والله المستعان.